يشاقها الوسن. يا هذا الداعي أيقظنا ثانية فالعالم محن. وقرانا حاصرها جد وانشغلت بالفوضى المدن. العقل تشتت أفكارا والنفس تولاها الشجن. الله الله هو المولى وهو المأوى وهو السكن. والعودة لله رجوع للفطرة والمؤمن فارغ. الدعوة لله طريق نقطعها يقطعنا الزمن. يا هذا الداعي قم بالعودة للجنة والدنيا بدن. تتيه قوافلنا ضلت واضطربت في البحر السفن. يا هذا الداعي ساعدنا قد دب بساعدنا الوهن. اجتمع الأعداء علينا واجتمع أسانا والحزن. اختلط الحاضر والماضي والتبس السيء والحزن. الله الله هو المولى وهو المأوى وهو السكن. والعودة لله رجوع للفطرة والمؤمن فرق. والدعوة لله طريق تقطع ويقطع الزمن. يا هذا الداعي قم بالعودة للجنة والدنيا بدن. ومضينا من غير دليل لا شام تبدو أو يمن. اكشف برؤاك لنا الآتي نحن ببلوانا نمتحن. شدد دعوتنا للمولى شددها تنصرف الإحن. نرجع لله من المنفى فالله الله هو السكن. وأظل طوال الليل أفكر في أحمد وأتساءل أين هو الآن؟ حي أم شهيد؟ يقظ أم نائم؟ وماذا يفعل في الحرب وهو الذي لم يمسك سيفا في يوم من الأيام؟ إن يا سعداء، إن من كثرة الأفكار والانتظار. لنضع أملنا في الله ولنتضرع إليه من القلب. يا رب. لما تقف هكذا يا إمام المسلمين؟ أريد أن أتحدث للناس. يا إخوة الإسلام، يا إخوة الإسلام، يا إخوة الإسلام، أنا أخوكم في الله محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ولدي ما أقوله لكم. لقد ابتلانا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام ببلاء عظيم، إذ أرسل الفرنجة إلينا ليقتحموا البلاد ويقهروا العباد، وجعل من هذا البلاء امتحانا لنا. الجهاد فرض على كل مسلم حتى تتحرر البلاد. يا إخوة الإسلام، الجهاد فرض على كل مسلم. إن الذي ضيعنا هو الخلاف والفرقة وعدم الإخلاص في العبادة والتدين وإلغاء العقل. يا إخوة الإسلام، لو كنا على قلب رجل واحد ما هزمنا،
لو أخلصنا الدين لله تعالى ما هزمنا. وتذكروا يوم انتصرت القلة القليلة ببدر، تذكروا الوحدة، تذكروا الإخلاص لله تعالى، واعلموا أن الحج ليس ابتهالات ودعاء وبكاء فحسب، فالله سبحانه وتعالى يقول: ليشهدوا منافع لهم. وأنا أحدثكم بما ينفعكم وينفع الإسلام، فلا تضيعوه، فلا تضيعوه. مولاي، ماذا تريدين يا زمردة؟ أريد سعادتك يا مولاي، أنسيت أن نجمك مرتبط بنجمي؟ دعيني يا زمردة، أريد أن أكون وحدي. منذ الآن لن تكون وحدك. ماذا؟ حرام لهذا الشباب أن يضيع في الوحدة والحياة القاسية. ألا تعرف يا مولاي أني أجيد الرقص والغناء وكل فنون التسلية؟ قلت لك أريد أن أكون وحدي. بل لابد أن تسمع لغنائي. بالخارج. انا زوجك. شيخ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا اصدق، لا اصدق. اجلس اجلس. كيف الحال؟ الحال في غيابك لا يسر. سأعد لك الطعام والحمام، ولكن سأوقظ ابنتك فهي في شوق الليل. لا 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 تزعجيها، دعيها نائمة. أتعرف لولا أننا في الليل لملأت الدنيا بالزغاريد. زغاريد؟ نعم. سامحك الله يا زوجتي. هيا هيا أعدي الطعام، ولكن بهدوء ودون أن تزعجي أحدا. بهدوء بهدوء.
لولا أنه لا يصح أن نترك سعدة وابنتها وحدهما لما بقيت لحظة في بغداد. كم أود لو أبتعد عن ضجيج الحياة وصخبها هنا وألوذ بالوحدة وأنقطع للعبادة في طوس. كم أود لو أبتعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. جئت أخبرك بأننا سنتحرك للعودة غدا إلى بيت المقدس، وأنا الأوان أن تستعد معنا للرحيل. بل عودوا أنتم. وأنت؟ أنا سأبقى هنا حتى أكمل كتابي إحياء علوم الدين. ولما لا تكمله في القدس أو بغداد؟ ومن يضمن أن في العمر بقية؟ من الأفضل أن أكمله هنا. هل هو كتاب مهم لهذا الحد؟ إنه كتاب لو عمل به المسلمون لن صلح حالهم، فقد استلهمت فيه كتاب الله وسنة نبيه والخلفاء الراشدين المهدين من بعده. ولا أخفيك سرا أنني تكلمت فيه عن الأخلاق وعلاج القلوب، فقد تبينت أن صلاح هذه الأمة لا يكون إلا بالأخلاق. هل سأكون سيء الأدب لو طلبت منك أن تقرأ لي شيئاً منه؟ حاشا لله أن يكون طالب العلم سيء الأدب. اسمع يا سيدي، سأقرأ لك ما كتبته عن الحب في الله. تفضل. قال أبو إدريس الخولاني لمعاذ: إني أحبك في الله. فقال له: أبشر ثم أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس وهم لا يفزعون، ويخاف الناس وهم لا يخافون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فقال: هم المتحابون في الله. الله الله الله، أكمل يا شيخنا أكمل. ويقال: إن الأخوين في الله إذا كان أحدهما أعلى مقاماً من الآخر رفع الآخر معه إلى مقامه، وأنه يلتحق به كما يلتحق الذرية بالأبوين والأهل بعضهم ببعض، لأن الأخوة إذا اكتسبت في الله لم تكن دون أخوة الولادة. جميل جميل. قال عز وجل: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. جميل. وقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول: حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. ما معنى يتباذلون من أجلي؟ أي يبذل كل منهم من ماله ونفسه لصاحبه، لا لشيء إلا لله سبحانه وتعالى. والله يا حاج محمد إني أحبك في الله. الحمد لله الذي حبب عباده فعبده محمد الغزالي. أتركك الآن لأطمئن على استعداد القافلة للمسير غدا إن شاء الله. في رعاية الله يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليتني لم أعد. لما كل هذا؟ لا تهول الأمر،
الدنيا لن تنتهي لأنكم هزمتم في معركة. مريم اسمعي لي، لأني قررت أن أرحل من طوس. إلى أين؟ أريد أن أرحل إلى بلاد الصين. أنا لن أغادر طوس. ماذا؟ وإذا أردت الرحيل يا صالح فلترحل وحدك. وأنت؟ سأبقى هنا أنا وولدي. وما الذي يربطك بهذا المكان؟ صالح، في هذا البلد تعلمت أن أكون أماً ترعى ولدها، تعلمت الاستقرار، تعرفت على الناس الطيبين الذين لم أكن أعرفهم من قبل، فلذلك لن أغادر طوس. وإذا قلت لك إنني لن أعود مرة أخرى إلى هذا المكان، بل ستعود؟ لا، لقد قررت أن أقطع أي صلة تربطني بهذا المكان. ليس بإرادتك، إنني أعرف أنك مجهود لهذا البلد، وأثق أنك ستعود، ستعود غصبا عنك يا صالح. عدت للعناد مرة أخرى، أصبحت امرأة لا تطاق. قل ما تشاء يا صالح، لن أرحل معك. افعلي ما تشائين، سأرحل بدونك. السلام على مولانا الجليل والي مكة. السلام على الشيخ الغزالي، أهلا بك، تفضل تفضل. الحمد لله، هذه أول مرة تزورني فيها. نعم نعم، فقد كنت مشغولا طوال الوقت. كان الله في العون. ها، وقد انتهت مشاغلك؟ الحمد لله، فقد انتهيت من كتابة هذا الكتاب في جوار البيت الحرام. إحياء علوم الدين. نعم، هذه نسخة منه أودعها لديك في البلد الحرام، لعل الله أن ينفع بها المسلمين. ولكن لماذا تقدمه لي مع أنك تستطيع أن تقدمه للخليفة في بغداد فيعطيك ما يغنيك؟ أجري على هذا الكتاب، لن آخذه من البشر. من يقصد باب الله لا يرد، لكن خبرني، ماذا تنوي بعد أن انتهيت من تأليف إحياء علوم الدين؟ سأعود إن شاء الله إلى بغداد، فقد غبت عن الأهل. انتظر يا من بالباب، انتظر. محمد. سعدة. سروشي. أوحشتني. أوحشتني. طال غيابك. ليس بيدي. طال انتظاري يا محمد. أعرف، لكني أطمع في أن تقبل اعتذاري. ليس بين المحبين اعتذار. صوت من هذا؟ إنه أخوك الشيخ أحمد، يقيم هنا مع شيرين منذ أن علم بغيابك. شيخ أحمد، حمدا لله، حمدا لله أن أرسل إلى أسرتي من يرعاهم في غيابي. جئتك بخبر لا يخطر لك على بال. بخصوص من؟ بخصوص الغزالي. ماذا به؟ لقد عاد إلى بغداد واجتمعت الدنيا عليه كما لم تجتمع من قبل، وهو الآن يتحدث حديثا جديدا. أي حديث؟ حديث الرجل الذي يجمع بين القلب والعقل، الرجل الذي يستنشر الهمم للوقوف في مواجهة الفرنجة. هذا التغيير سيجعل موقفنا معه صعبا، لقد كان يخشانا
لأنه يحسب أموره بحساب العقل وحده. أما الآن فلا أظن أنه سيخشانا بعد ذلك. فالذين ينزعون الدنيا من أنفسهم وتمتلئ قلوبهم بالإيمان يصبح تخويفهم صعبا. بالمناسبة، هل تصدى لنا بشكل أو بآخر؟ حتى الآن لا. لنتجنب إذن الصدام معه. وإذا تعرض لنا ذات يوم سيكون لنا معه شأن آخر. التحية لمولانا الجليل. أصبحنا نقوم بأعمال غيرنا. ابن عطاش؟ نعم يا مولاي. انصرف الآن. أمرك. كيف غاب عني النظر إليك كأنثى في الفترة السابقة؟ إنني أود أن أصلح هذا الخطأ. لقد وهبتني لعلي وصرت ملك يميني. سأكتب له كي يعيدك إلي. وإذا رفض؟ أيجرؤ؟ أنصتي، سأوفيك من مهام الدولة وأجعلك سيدة قلبي. أنا يا مولاي؟ نعم، أنت يا نجلاء ولا أحد غيرك. أيها الحاجب. مولاي، اذهب إلى علي في أنطاكية، ستجده مع جيش الفرنجة. لا تأتي من عنده إلا ومعك ورقة منه بأنه يهبني نجلاء. أمرك مولاي، بإذنك. لا لا، لن أهبها له. أجننت؟ أنسيت أنها عنده؟ قلت لك لن أهبها له. أدركينا يا جولنار، لقد جن علي. علي لا يريد أن يهب نجلاء مولانا الحسن بن الصباح. إذن لنا لحظة. ما حكايتك؟ لماذا تريد صدام مع ابن الصباح؟ هل نسيت أن ولدنا عنده؟ لم أنسى جولنار، لم أنسى، ولكن الظروف. لكن ماذا؟ هذه السيدة في قلبها نبض طيب، ولو أتيحت لها الظروف المناسبة فسوف تثمر. لا تكن صلب الرأي. لو شاء أن ينالها دون ورقة منك فلن تستطيع أنت أو غيرك أن تمنعها. أنت تحطمين إرادتي بهذه الأقوال. لأنني لا أحلم مثلك. هل معك الورقة التي سيوقع عليها؟ نعم، ها هي. وقع، وقع. أحمد الله حمداً كثيراً متوالياً يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين، وأصلي وأسلم على سيد البشر محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أدركني يا مولاي، أدركني يا مولاي السلطان محمد. ما بك يا زمردة؟ أخوك. ماله؟ حين علم أني هرب أقسم أن يهاجمك وأن لا يرجع إلا بي حتى أعود خادمة لأمي مرة أخرى. هل يجرؤ؟ اسأل هذه الجارية التي جاءت حالا من عندي. نعم يا مولاي، هذا ما سمعته. قبل أن يغزوني هو سأكون أنا في أرضه. هكذا يا أبنائي نختتم درس اليوم. ها، هل هناك سؤال؟ نعم يا شيخنا. تفضل يا ولدي. عرفنا من كتابك إحياء علوم الدين رأيك في السورة التي يجب أن يلتزم بها المسلم عقيدة وعملا، لكن هذه السورة ليست هي السورة الوحيدة، فالفلاسفة يقدمون سورة أخرى، والباطنية أيضا يقدمون سورة ثالثة، وعلماء الكلام يقدمون سورة رابعة.
فأي هذه الصور نصدق؟ الصورة التي تقدمها أنت أم الصورة التي يقدمها الآخرون؟ سؤالك يا ولدي تصعب الإجابة عليه في جلسة واحدة، إنه يحتاج البقية الباقية من العمر. أفهم من هذا أنك لن تجيب؟ فهمت الصواب يا ولدي، ولكني أحب أن أوضح لك أني بدأت مشروعاً كبيراً لنقد الفكر الإسلامي المعاصر، وسأكمله بإذن الله إذا كان في العمر بقية. أعدك بهذا. والآن انصرفوا مأجورين يرحمكم الله. شيخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع يا أخي، لقد قررت أن أرحل إلى طوس. هل مللت البقاء معي؟ حاشا لله أن أمل البقاء معك يا ابن أمي، وهل لي في هذه الدنيا أقارب سواك؟ إذن لما تتعجل الرحيل؟ يا أخي، لقد كنا نسكن بغداد لأننا كنا نرعى زوجتك وابنتك في غيابك، أما الآن وقد عدت فما مبرر البقاء هنا؟ إن بغداد مليئة بالعلماء، أما طوس فهي في حاجة إلى كل واحد من أبنائها. يعز علي أن تفارقني يا أحمد. أدعو الله أن يجمع شملنا مرة أخرى في طوس. أتظن ذلك؟ اسمع يا أخي، إذا كنت تريد ألا تأخذك الدنيا مرة أخرى فارجع إلى طوس. لا، لا أستطيع الرجوع الآن، لا بد أن أبقى هنا في بغداد حتى أكمل رسالتي. أي رسالة يا أخي؟ جمع الناس على فكر واحد دون مذاهب متعارضة ومتصارعة. إن وحدة الصف لن تتأتى أبداً ما لم تكن هناك وحدة فكر. أتظن أن الناس يمكن أن تجتمع على فكر واحد؟ الفكر الواحد ليس معناه إلغاء التنوع والاجتهاد، ولكن معناه أن نتفق على جوهر الدين وأن نجتهد في الفروع دون عصبية أو تكفير أو حروب. صدقني يا أحمد، لن يتحقق هذا إذا لم يتحد المسلمون. لذلك لن أترك بغداد الآن حتى أنهي مهمتي. وأنا أدعو الله لك مخلصا بالتوفيق. والآن سلاما يا أعز الناس. سلاما يا شيخ أحمد. حقا حقا كان لا يريد أن يتركني؟ لولا جولانار ما كان خط على الورقة حرفا واحدا. لا تقل هذا لمولاك. أمرك. ها، هل أحضرت الورقة؟ نعم يا سيدي. ها هي. انصرف. بإذنك. الآن أصبحت ملكي، لن تكون هناك مهام على أكتافك، ستتفرغين لي. مولاي. بل أنت مولاتي، أنت مولاة دولة الباطنية كلها، وعندما تلدين طفلك الأول ستكونين أم الباطنيين. منذ الآن سيعرف الحسن بن الصباح الحب. ماذا تريدين يا زمردة؟ الحوب خدعة، فهل تسمح لي أن أدلك على خدعة تصيب بها أخاك في مقتل؟ دليني يا زمردة. أرسل رجلا من أتباعك إلى أخيك على أنه واصل من الخليفة. وبعد؟ اكتب لأخيك رسالة تطلب فيها حضوره لبغداد. ولكن رسالة الخليفة تحتاج لخطم الخلافة. ها هو. أنت جنية يا زمردة. وبعد ذهاب أخيك لبغداد يمكن أن تنتقم. صدقت يا زمردة، كيف لم أعرفك منذ زمن بعيد.
إن نجمي حقا سيرتبط بنجمك. مولاي فضائح الباطنية للعبد الفقير إلى رحمة الله تعالى محمد بن محمد بن محمد الغزالي غفر الله له. يا شيخ محمد أدركوني. ادخل يا رجل أدركوني. يا شيخ محمد أدركني يا إمام أدركني يا إمام أدركني، هجموا علي يريدون قتلي أدركني. انتظروا انتظروا، ما الأمر؟ أنا سأروي لك كل شيء يا مولانا. تكلم. هذا الرجل وقف أمام المدرسة يصيح أنا الله ما في الجبة إلا الله، وحين ذهبنا إليه لننهاه لم يسمع لنا وقال إنه قادر على أن يسخطنا قردة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وبعد اجتمع الناس عليه كما ترى يا مولانا وضربوه، وقال واحد إن ما يقوله كفر يبيح دمه. نعم، وهجموا علي يريدون قتلي. قل لهم يا إمام، قل لهم إن للصوفية أحوالهم. أي أحوال يا رجل التي تجعلك تقف في الطريق وتردد هذا الكلام الفارغ؟ كلام فارغ؟ الصوفية كلام فارغ؟ لقد كنت في حالة الوصل مع الله، وكنت أرى من الأشياء ما يجعلني أطير. كفى 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 يا رجل، كفى كفى يا رجل. ما مرأ الصوفي من نعمة ربه فدستوره الصمت. يا إخوة الإسلام، لا يجوز للصوفي الحق أن يفعل ما فعل هذا الرجل، فدستور العلاقة بين الصوفي وربه هو الكتمان. فإذا ما عاد من حالات الوسط فدستوره قول الشاعر: قد كان ما كان لست أذكره، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. أتغزلني يا إمام؟ أتغزلني يا ابن الغزالي؟ إنما أقول الحق، فالصوفية لا تعني الخروج عن الشريعة. ولكن الصوفية بهذا الشكل الذي تتحدث عنه لم تعد صوفية، بل هي عقلانية. صدقت، فالصوفي في الحياة العامة رجل عاقل لا يختلف عن بقية الناس، يعمل، يؤلف، يبني، يساهم في إعمار الكون. أما حياته الخاصة فشيء آخر. إن مصيبتنا إننا ننسى العقل دائما. والقلب يا إمام، القلب؟ القلب لا يلغي العقل. يا أخوة الإسلام، واعفوا عن هذا الرجل، أما إذا عاد لحالات الدجل والتظاهر مرة أخرى فاقتصوا منه. سنتركك هذه المرة فقط إكراماً لشيخنا الغزالي. ها يا رجل، هل تعلمت الدرس؟ الصمت. الصمت، معك حق يا إمام، معك حق. لما توقفنا يا بوهيموند؟ لأننا أشرفنا على بلد حصين ويجب أن نستعد لهجوم قوي. أي بلد هذا؟ معرة النعمان. أهي أقوى من أنطاكية؟ ربما. نحن على استعداد لاقتحام المصاعد. هذا مؤكد، ولكن يجب أن ننظم أنفسنا التنظيم اللازم للهجوم. ماذا بك يا علي؟ شيء فظيع، مذبحة حقيقية. اقتحم الفرنجة معرة النعمان وراحوا يقتلون أهلها وبلا رحمة. عشرات الألوف ذبحوهم أمام عيني والمذبحة لا تزال مستمرة. ألا يقهر هؤلاء الفرنجة؟ كيف يقهرون ونحن نعبث كل هذا العبث؟
الفاطميون حتى الآن يتفرجون، وبرك يروق غرق في الصراع مع إخوته، والخليفة في بغداد لا يفعل شيئا، فكيف يخارون؟ لقد ألقينا بأنفسنا في النار حين قررنا أن نلحق بجيش الفرنجة لنعرف أخباره. ليت الأخبار التي أرسلناها أثمرت شيئا. جولانار، لن نبقى هنا كثيرا. ماذا تنوي؟ لا أدري، ولكني لا أستطيع الاستمرار. بل لابد أن نبقى لنتعرف على خطواتهم القادمة، لنحذر المسلمين. لن أحتمل المزيد. بل لابد أن تحتمل. لا أجد بك مرضا. قلت لك يا سعدة إن مرضي ليس في جسدي، فلم تصدقي. أين إذن هذا المرض؟ إنه في النفس. من يصدق أن خسائر المسلمين في معرة النعمان وحدها 100,000؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه الطوفان، الطوفان. صدقت. ما معنى هذا يا حضرة الحكيم؟ إن زوجك يا سيدتي ليس المريض الوحيد، إن بغداد كلها تعاني مثله. كان الله في عون الخلق. بإذنكما، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لطفك يا رب، اللهم لطفك. تفضل مولاي. مولاي والي القدس الشريف. ماذا تريد؟ صار الفرنجة على بعد يوم واحد من القدس. لنغلق أبواب المدينة ونستعد للحصار حتى يأتينا المدد من الدول الإسلامية. اكتب لهم يا مولاي. كتبت لهم جميعا، كتبت لهم. اللهم عونك ورحمتك، اللهم عونك ورحمتك، اللهم عونك ورحمتك. ما الأمر يا ولدي؟ إلى أين يا شيخ؟ إلى القدس الشريفة إن شاء الله. الخروج ممنوع من بغداد. ومن الذي منع الخروج من بغداد؟ السلطان محمد ابن ملك شاه. منع الخروج من بغداد؟ منع الخروج والدخول إليها. لما يا ولدي؟ لأنه رحل عن بغداد، فقد بلغه استعداد أخيه بركياروك لحربه. حرب أخرى؟ هيا يا مولانا الشيخ، عد. سأذهب إليه لأرى ما الذي يفعله. أرح نفسك، لن تجده. لكن القدس يا ولدي. لا شأن لنا بالقدس ولا بغيره. هيا. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. هيا هيا يا إخوة الإسلام، عودوا إلى منازلكم. جميل. ماذا تفعلين يا جولانار؟ أجهز سيفاً قد نحتاجه له. نعم، فلا أحد يدري ماذا يخبئ له الغيب. ألم يصل الجيش الفاطمي بعد؟ لا، لم يصل، رغم حصار الفرنجة للمدينة. اللهم سلم. يا رب، سأذهب إلى قصر الوالي، فربما احتاجني في أي أمر. علي؟ نعم. قلبي يحدثني أني سأموت في هذه الحرب. لا، كتب الله لك السلامة. اسمع لي ودعك من هذا الجزع. الموت لمثلي حلم يستحق الحرص عليه، فالشهادة هي السبيل الوحيد للخلاص مما فعلته في حياتي. أرجو أن لا يصل الأمر إلى استشهاد النساء. لا تضيع مني الكلام. إذا مت فوصيتك ولدنا الغزالي، خذه من هؤلاء الأشرار، قم بتربيته على الكتاب والسنة، علمه الضرب بالسيف حتى يخرج هؤلاء الفرنجة من الديار. لن أسمع المزيد من هذا الكلام، دعيني.
نستطيع مخبصور أورشليم. أهلها يقاتلون ببسالة، يسكبون على كل من يقترب من الأسوار الزيت المغلي ويمطرونه بالسهام. لا يهم، أعلم أنهم سيفعلون ذلك. وبعد؟ لقد أمرت ببناء برجين عاليين ليحتمي بهما الجنود، ونحن نتقدم لننقب السور. ومتى ستكون هذه الأبراج جاهزة؟ أسرع مما تظن. الساحة الآن مهيئة لنا يا ابن عطاش، أريد لدعوتنا أن تزدهر وتملأ البلاد. مولاي أنا لا أنتظر تعليماتك في هذا الشأن، فمنذ توليت الأمر أعطيت أوامري لرجالنا بنشر الدعوة والمجاهرة بها وقتل المعارضين، وأصبحت لنا سيطرة كاملة على كثير من البلاد ومنها أصفهان. عظيم، استمر في هذه السياسة وأعد الرجال للاستيلاء على الحصون السهلة التي أعد رجالنا لها خرائط وعرفوا خباياها. أنت تأمر وأنا. العين يعانقها الوسن، يا هذا الداعي أيقظنا ثانية، فالعالم محن وقرانا حاصرها جدب، وانشغلت بالفوضى المدن، العقل تشتت أفكارا والنفس تولاها الشجن. ضربت في البحر السفن، يا هذا الداعي ساعدنا، قد دب بساعدنا الوهن. اجتمع الأعداء علينا واجتمع أسانا والحزن، اختلط الحاضر والماضي والتبس السيء والحسن. شام تبدو أو يمن، اكشف برؤاك لنا الآتي، نحن ببلوانا نمتحن. جدد دعوتنا للمولى، جددها تنصرف الإحن، نرجع لله من المنفى.